ارحمنا. ولا دول خير بنود الارض اللي ربنا اتكلم عليهم؟ اقسم بالله ولا انتوا اي حاجه من الحاجات دي. من البلد اللي ذكرت في القران. التلفزيون السعودي منذ قليل بيعلن القبض على مقيم عربي طعن 3 أعضاء بفرقة مسرحية خلال عرض بحديقة الملك عبدالله بالرياض. التلفزيون السعودي يعلن عن مقيم عربي طعن 3 أعضاء بفرقة مسرحية خلال عرض بحديقة الملك عبدالله بالرياض. لسه عندنا حاجات كتيرة في مصر، لكن أيضا عندنا مشاهد من إبداع الشعب اللبناني من ساحة الشهداء في بيروت. المشاهد اليوم. المشاهد الإبداعية لا تتوقف في الثورة اللبنانية. المشهد من طرابلس. تحية لطرابلس وتحية لأهل طرابلس تماً. ألف ألف تحية لطرابلس خصوصاً وللشعب اللبناني المبدع عموماً. ألف تحية لطرابلس. استخدام الفن والغناء في التعبير عن المطالب كان حاضراً. المشهد من أمام المصرف اللبناني والغناء ضد رياض سلامة رئيس المصرف. شوف الكلام عن الإبداع مش مجاملة، لأنك لما ثورات بدأت من يناير 2011 من بو عزيزي في تونس لحد بنتكلم النهاردة في نوفمبر 2019 داخلين على 9 سنوات إلا شهرين. فتقدر بعد 9 سنوات ثورات، طبعا الايام دي كلها بقى انت عارف مصر تونس ليبيا سوريا اليمن السودان الجزائر، فلما يبقى عندك مشاهد ابداع بعد اكتر من 8 سنين فلازم نقول لك عشت وعاش ابداعك. ابداع الشعب اللبناني وغنائه للثورة مشاهد استثنائية حقيقة في الثورة اللبنانية. جديد ومسكر يا شعب الطريق لبكره يحلى، ولما بتمروا الاسعاف نحن بنفتحلى. مسكر يا شعب الطريق لبكره يحلى، ولما بتمروا
تعصب علي كتير، جينا كرمال الفقير. لا تعصب علي كتير، جينا كرمال الفقير. لا تروح على شغلك اليوم، بكرة جاي للتغيير. ليلة عيد وبكرة عيد ورح نفتح طريق جديد. مسكر يا شعب الطريق، لبكرة يا بلد لما بتبرر الإسعاف نحن منفتح لك. لحد دلوقتي بفضل الله لم يستطع أحد أنه يضرب هذه الوحدة الشعبية بعيدة عن الانتماءات والطائفية في لبنان. ربنا يديم عليهم هذا المشهد الاستثنائي. الضربة تأتي من الطائفية والعياذ بالله. طول ما اللبنانيين لا فرق بين درزي ومسيحي وسني وشيعي وأيا كان، طول ما هي في طريقها الصحيح ربنا يديمها عليهم نعمة. خبر عاجل عن رويترز أيضا في هذه اللحظات بتقول أن السلطات المكسيكية منحت حق اللجوء للرئيس البوليفي المستقيل موراليس. السلطات المكسيكية منحت حق اللجوء للرئيس البوليفي المستقيل موراليس، اللي لسه امبارح قلت لكم كان لسه من ساعات امبارح استقال، كان لسه من ساعات قبلها بيومين بيقول انه لن يجبروا احد عن الاستقالة. استقالة بالامس، والنهاردة في تطور سريع المكسيك بتديله حق اللجوء السياسي. الشعب اللبناني كمان كان هناك اعتصام امام مكتب فؤاد السنيورة رئيس الوزراء الاسبق اللي اتهموه بالفساد، الاعتصام في صيدا. يا سنيورة ويا شباب، انت تصح شعب لبنان، رح تحميك المؤسسات، لا مكافحة الادمان، يا ظالم بدنا حاسب، يا ظالم بدنا حاسب، شعب بلادي كله غاضب، شعب بلادي كله غاضب، بدنا ضريبة على الأرباح، بدنا ضريبة على الأرباح، المصرف مش على الفلاح، المصرف مش على الفلاح، يا للعار ويا للعار، يا للعار ويا للعار، باعوا الليرة بالدولار، باعوا الليرة بالدولار، دولة عنا منهوبة، دولة عنا منهوبة، بدها تفضي الجيوب، يا نهب من ولادي، يا نهب من ولادي، لاقيني عند القاضي، لاقيني عند القاضي. يا سنيورة يا سمسار، يا سنيورة يا سمسار، رجال 11 مليار، رجال 11 مليار، سنيورة واحد ملعون، سنيورة واحد ملعون، سنيورة حبيبة دي، يا مجرم اقتصادي، او يا مجرم اقتصادي، ويا رياض عندي حزورة، يا رياض عندي حزورة، وين فلوسه للسنيورة، وين فلوسه للسنيورة، يا فؤاد ويا فؤاد، يا فؤاد ويا فؤاد، انت اصله للفساد، انت اصله للفساد. مصاري طلعت بيانات، خمس بيانات من ضمن البلدين. ومن لبنان نرجع تاني لمصر اللي الجنون يضرب فيها كل الأنحاء. حالة هستيريا تصيب النظام مع اقتراب جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر في حقوق الإنسان في جنيف. الجلسة المقرر ليها الساعة 9 صباحا، أعتقد إن هي بعد بكرة، مش بكرة، نتأكد بس، يوم 13 نوفمبر، النهاردة 11، داخلين في 12 اللي هو الثلاث، لكن اعتقد انها الاربع، نتأكد بس يا جماعة، احنا قلنا لكم عليها في ختام الحلقة الاخيرة في الاسبوع اللي فات يوم الاربع، ان الجلسة 9 صباحا امام في حقوق الانسان مقر الامم المتحدة في جنيف للمراجعة الدورية الشاملة لملف مصر في حقوق الانسان. ودعينا الناس
اكدوا لنا. استنى بس اتاكد ان ده مهم جدا، ان احنا دعينا الناس بكل ادوات الترغيب انها تحضر في هذا اليوم. خليني بس ثانية واحدة اتأكد لحضراتكم. 13 نوفمبر يوم الاربعاء صح، من 9 ل 12 ونص صباحا، جلسة اللي بتعقد كل اربع سنوات، كل اربع سنوات المراجعة الدورية لملف حقوق الانسان في مصر، لا مؤاخذة يعني. بدعو كل الاحرار المصريين والعرب، بدعوه بل برجوهم ان يتواجدوا في تظاهرات امام في جنيف من 9 ل 12 ونص صباحا في مقر الامم المتحده اثناء مناقشه ملف مصر. كل الناس ليه بنشدد على الدعوه؟ لانه مش يوم اجازه، وانت عارف الشغل في سويسرا وفي اوروبا حتى اللي بينتقل قد ايه مقدس الاجازه هي اللي الناس بتكون فاضيه فيها. فهي النصيب انها جايه يوم الاربعاء، ومهم جدا 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 ان كل من يستطيع لا يتقاعس ويبذل اكتر الجهد عشان يكون هناك. لازم الناس كلها تبقى موجوده عشان ندعم التقرير اللي صدر من الامم المتحده عن السجون والتعذيب وعن وفاه الدكتور محمد مرسي واغتياله في محبسه. يوم الاربع من 9 ل 12 ونص، 9 صباحا ل 12 ونص ظهرا في جنيف، المناقشه الدوريه لملف المصري في حقوق الانسان، واللي بيناقش كل اربع سنوات. مهم جدا بالله عليكم الاحرار من مصر ومن كل الدول العربيه يكونوا موجودين قدام مقر الامم المتحده. بعد حديث المقرره الامميه كالامار، واللي أكدت من جديد إن الدكتور مرسي قتل تعسفيا، حصل مشاهد النهاردة. خلينا نشوف التأكيد.